بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله الحديث تحت العنوان سي اس اس أو آسف تحت العنوان ميديا كويري سينتاكس. سينتاكس يا جماعة أول ما نشوف الكلمة ديت في أي لغة برمجة أو في أي مشوار إحنا لسه بنتعلمه وهنجوها دايما في الأوائل، معناها الصيغة العامة لكتابة الكود، معناها الكيفية العامة الطريقة العامة اللي بيكون منها الكود. انت طبعا بتشيل البارامترز الحاجات اللي بتتغير ديت وبتحط بقى ايه الحاجات الجاهزة اللي بتديها لك لغة البرمجة اللي انت بتتعلمها او بصدد الحديث عنها. فالسينتاكس معناها الصيغة العامة لكتابة الكود. النهاردة نتكلم عن السينتاكس بتاعت ميديا كويري، معناها الطريقة العامة اللي الصيغة العامة اللي تقدر بيها تكتب ميديا كويري. تمام جميل اوكي. او الميديا كويري يا جماعة بيتكون من ثلاث نقط رئيسية، ثلاث حاجات. اول حاجه اوبشنال ميديا كويري موديفاير، حاجه اسمها ميديا كويري موديفاير وديت اوبشنال. يعني او يعني ممكن انت ممكن تختار ما بين انت ممكن تكتبه او ممكن ما تكتبوش. خلونا كده نعمل براوسنج على الموقع بتاعهم. هم ما بنجيبش حاجه من بره يا جماعه، احنا جايبين حاجه من ال W3 من السبيسيفيكيشن بتاعتهم، وده النسخه اللي درافت يعني النسخه اللي هي الابديتد، النسخه اللي بتتحدث. تمام اي نعم هي بتتحدث ولسه ابديتد، واخر تحديث ليها كان 10 في شهر فبراير اللي احنا موجودين فيه، يعني من حركه 9 ايام الحاجات دي اتابديتت على طول. بس وان كان في تغييرات فمش هتبقى التغييرات الجوهريه، يعني بتبقى في فيتشرز بتضاف حاجات بسيطه هما بيعملوا ريكومندنج ليها، وبنعرف يعني اذا كانت في حاجه اتغيرت او لا. فالرسمه ديت يا جماعه هي اللي بتوضح لنا الصيغه العامه لكتابه الميديا كويري. تمام ثلاث نقط، انا هسيب النقطه اللي من فوق ديت وهنزل على النقطه على الجزء اللي من تحت. اهو شايفين يا جماعه هنا اولي اونلي اور نوت، دولت اسمهم اسمهم ميديا كويري موديفاير، ودولت اوبشنال اختياري وليهم حلقه لوحدهم ان شاء الله باذن الله ما تشغلش بالك بيها دلوقتي. تمام جميل. بعد منها ميديا تايب اللي هو نوع الميديا، وده برضو اوبشنال. يعني ايه ميديا تايب؟ ممكن يكون اتكلمنا عنها او في نقاط عنها اللي هي سكرين والبرنت والكلام ده. تمام ده برضو اوبشنال، ده اختياري. تمام جميل. النقطه الثالثه بقى الميديا كونديشن، ده الشرط بقى، وده بقى اللي هو مش اوبشنال، ده اللي انت لازم تكتبه، ده اللي علشان انت مستخدم اساسا ميديا كويري. يعني احنا كنا بنقول ان الميديا كويري فيها سيمبل اكسبريشن او فيها عباره عن كونديشن، فيها عباره عن شرط بيتحجج او كده. تمام الشاهد معايا يا جماعه النقطه اللي انا بصدد الحديث عنها، انت اخترت لو حضرتك اخترت تكتب او تربط ما بين ميديا كويري وميديا كونديشن لازم تحط معامل الربط المنطقي اند. تمام لكن حضرتك ممكن ما تختارش ميديا تايب، ممكن ما تختارش ميديا موديفاير وتكتب الاكسبريشن بتاعك على طول اللي هو الخط اللي من فوق، تكتب الميديا كونديشن على طول، تكتب الشرط بتاعك، مش لازم تكتب لي بقى ميديا تايب او مش لازم تحدد ميديا موديفاير، لا ميديا كويري موديفاير لو حضرتك كنت عايز. تمام يا جماعه جميل اوكي. النقطه اللي بعد منها دايركتلي على طول عايزين نتكلم عن مفهوم جميل او مفهوم مهم، الميديا كويري لوجيك اكسبريشن. اكسبريشن عباره عن بوليان. بوليان معناه ايه؟ معناه انه حالتين اتنين ما لهمش تالي، اما ان هو يبقى ترو او ان هو يبقى فولس. تمام يا جماعه رايت جميل. وهو بيبقى ترو في حالتين اتنين برضو اهو، هو حتى بيقول لي هو بيبقى ترو في حالتين اتنين وجايب لي التأصيل ده الميديا كويري ترو اف في حالتين اتنين. الميديا تايب اللي انت محددها ماتش ذا ميديا تايب اوف ذا ديفايس وير ذا يوزر ايجنت از رانينج، يعني الميديا تايب اللي انت كاتبها في الكود بتاعك هي بتتطابق او بتتساوى مع نوع الديفايس اللي بيشغل الويب سايت بتاعك. يعني انت مثلا محدد له ميديا تايب سكرين، بالفعل الشخص اللي بيشغل الموقع بتاعك بيشغله من سكرين، لا انت محدد له ميديا تايب برنت، بالفعل الشخص اللي عايز يشغل الموقع بتاعك عشان ياخد الستايلات ديت او التاثيرات ديت بالفعل هو هيطبعه. تمام ديت جانب. لو الشرط ده تتحقق معناه ان نص الميديا كويري كده راح تطبق. الشرط الثاني الميديا كونديشن ترو، لازم أن يكون الميديا كونديشن ترو. الميديا كونديشن ده معناه جمله الشرط بتاعك، واحنا هنتكلم عنه ان شاء الله باذن الله، هناخد كونديشن بسيط في حلقه النهارده كان عباره عن المين ويث مثلا يا جماعه. تمام معناه لو انت كنت محدد له مثلا مين ويث معين وكتبته له مثلا في ابسط الاحوال، لو الاثنين دول تتحججوا الميديا كويري راح تتحجج. طيب جميل خلينا ناخد تفصيل كده او
الجانب التطبيقي للمفهوم ده. هنروح نفهم بقى، نفتح الاديتور بتاعنا. هو انا عندي جمله لينكي يا جماعه ورابط ملف الستايل سي اس اس، وملف الستايل سي اس اس بتاعي ما فيهوش غير باك جراوند اكوا، تمام، واخده خلفيه حمراء. انا اروح لميديا، تمام، وانا بقول اني عندي، انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اكتب الكونديشن بتاعي الميديا كونديشن دايركتلي على طول، اكتب الشرط على طول، والشرط ده يا جماعه ليه حلقه مستقله، تمام. يعني انا بس عايز اقول للناس تمهيد بس مش اكتر. الكونديشن بتكتب ما بين قوسين، تمام، تروح فاتح لي كده قوسين راوند، وتروح كاتب الشرط بتاعك. وانا مثلا الشرط بتاعي اللي انا هكتبه هقول من ويدث، تمام، وهقول له مثلا يا جماعه 640 بكسل، تمام، ومش هعمل سيمي كولن، تمام. الناس ما تستغربش من الطريقه ديت، هنأصلها في حلقه مستقله. لكن اللي انا عايز اقوله لك، اللي انا عايزك تفهمه من القصه ديت، ان ديت واحده من ضمن الطرق اللي ممكن تكتب بيها ميديا كويري. انت عايز تقول له او المخاطبه كده مع البراوزر ازاي؟ يا براوزر بعد اذن حضرتك اعرض لي الستايلات اللي موجوده في الملف اللي اسمه ستايل دوت سي اس اس في حاله واحده بس. الحاله بتاعتك عباره عن ايه؟ ان المين ويدث بيكون 640، يعني تعرضه من 640 وانت وطالع، على حسب حجم الشاشه كده، تمام، من 640 بكسل وانت وطالع. طبق لي الاستايلات الموجوده في ملف السي اس اس، والاستايلات الموجوده في ملف السي اس اس ده عباره عن ايه؟ انه ياخد الباك جراوند اقوى. فنروح كده للملف بتاع الاندكس بتاعنا، وادي الريلود كده، انا الريزولوشن بتاعي 1000 مش عارف 366، فبالتالي بيطبق. ها لو انا رحت على الاكستنشن بتاعتنا وخليناها 640 برضه هيطبق، لاني 640 وانت وطالع. بط اكشولي تعالى كده وامسك لي الحد وقلله شويه تحت 640، هتلاقي ان الخلفيه البيضاء، الخلفيه الاقوى اتشالت، وبيجي الخلفيه الافتراضيه، لان انت كده عملت ايه بالظبط؟ كده انت عملت فيلينج، وجعت الشرط بتاعك، لان في واحده من او في لان الشرط الاساسي بتاعك اللي هو المين ويتس اقل من 640، فبالتالي الكويري مش راح تطبق، وهترجع لك القيم بتاعك ليه؟ للقيم الافتراضيه، تمام يا جماعه. ده المفهوم اللي احنا كنا عايزين نحققه مع حضراتكم. النقطة التانية بقى، لو انا كنت عايز اعمل بيرنج، عايز احدد ميديا تايب وعايز احدد ميديا كونديشن، لازم انا استخدم معامل الارتباط المنطقي او معامل الارتباط المنطقي اند يا جماعة. يعني ايه؟ يعني انا اروح على الكود يا جماعة واقول له انا محدد اهو، محدد الكونديشن. الكونديشن هو اللي بيتحط ما بين قوسين. هقول له والله سكرين، انا عايز اعرض على سكرين واند اقل حاجه بتبقى عباره عن كذا، تمام. فانا كده اعمل كنترول اس، وطبعا مش هلاقي، اروح الملف مش هلاقي فرق كبير ما بين الاثنين، لان بالفعل انا شوف بعرض على سكرين. لو انا غيرت طبعا قصه ميديا تايب هيبتدي يتغير. انا بس بحاول اقول للناس الشكل العام ليها يعني، تمام. ديت اوبشنال، ديت برضه اوبشنال. انت اخترت ان انت تجمع ما بين ده وده، يبقى لازم تربط بمعامل الارتباط المنطقي، تمام. ده او انت مش عايز بقى تكتب ميديا تايب، ومش عايز تكتب ميديا كويري موديفاير، يبقى تكتب الشرط بتاعك دايركتلي على طول. دولت السنتكس اللي انت ممكن تكتب بيها ميديا كوي، تكتب بيها ميديا كويري. واكشولي على فكره يا جماعه، الكلام ده اللي احنا بنطبقه على الميديا اكشولي ممكن يتطبق على ات ميديا، فاهمني، وممكن برضه يتطبق على قاعده امبورت لو الناس كانت اخده بالها. طيب انا مش عايز نمشي قبل برضه ما نحاول نطبقه مثلا على حاجة زي at import، تمام، جميل. خلونا نروح عند ملف الستايل ده، وهنروح حاسفين القصة ديت خالص، ونقول له الميديا بتاعك قول، تمام. واروح هنا عند الستايل دوت سي اس اس واقول له والله at import، انا عايزك تعمل لي import ليه؟ ما بين دبل كوتيشنز الملف اللي اسمه برنت دوت سي اس اس، تمام. عايزك تعمل لي امبورت للملف اللي اسمه برنت دوت سي اس اس. المفروض بعد كده احدد ايه يا جماعه؟ اكزاكتلي بالظبط، المفروض احدد اللي انا عايز اعرض على ايه. طب ماشي، انا عرفت ان انا هعمل امبورت، انا هجيب ستايلاتي من فين؟ اعرض على ايه؟ فانت تكتب له بقى سكرين مثلا. ها عايز تستخدم، عايز تحدد شرط، فانت بتبتدي تكتب معامل الارتباط المنطقي اند، وتروح فاتح القوسين وتقول له اه والله من داش ويدث
ما بين سيمي كولين، تروح حدد له مثلا القيمه اللي احنا كنا حاطينها 640 تقريبا بكسل، وانت مش محتاج تفصل بقى بسيمي كولين. وساعتها بقى هيبتدي يفتح لك البرينتو سي اس اس لو انت كنت بتعرض على شاشه، واقل حاجه فيها مش عارف كذا. خلونا نقول مثلا البرنت ديت هنحط فيه، ولنفرض يا جماعه باك جراوند، خلي القصه تبقى اسهل يعني، باك جراوند ونخليها مثلا ريد. اوكي نبتدي نعمل كنترول اس، يبقى الشرط ده اعمل امبورت، الامبورت لملف اللي اسمه برنت دوت سي اس اس اللي هو الملف ده، فبالتالي امبورت الكود ده بس، يعني غير الخلفيه باللون الاحمر في حالتين اتنين، لما يكون انت بتعرض على شاشه ولما يكون المين واتس بتاعك 640 بكسل. فلو عملنا كنترول اس ورحنا على البتاع ده بريلود، هنلاقي اني بالفعل انا بعرض من شاشه والعرض بتاعي 1266، فراح طبق. لو انا اخترت بقى عرض اصغر زي 320، 320 طبعا اقل من فين؟ 320 اقل من الواتس اللي هو 640، فبالتالي مش هيحقق الشرط، فبالتالي عندي مشكله فين؟ عندي مشكله في الاثنين، فبالتالي الشرط بتاعي مش راح يتحقق. في حين ان انا لو شلت واحد من الشرطين ده وخليته مثلا كنترول اكس وعملت سكرين بس مثلا وعملت ريلود، فبالتالي شو الشوت راح يتحقق. طب انا لو شلت القصه ديت السكرين خالص وعملت المين ويتس، ساعتها انا مش محتاج معامله رد منطقي، جاست محتاج اني اكتب المين ويتس بتاعي دايركتلي على طول. لو عملت ريفرش الشوت بتاعي مش راح يتحقق لاني انا اقل من 640، فلو رجعت وخليتها 640 ساعتها الشوت بتاعي راح يتحقق. ده الجمل البسيطه، ده الشكل العام، السنتكس البسيطه اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله بشكل يعني هنحاول، مش عايز نقول نعجبها بس هنحاول نخليها تمشي بشكل مركب شوية مع الحلقات. سي ستي فوكس، المفهوم اللي انت مش فاهمه حاول توقف الفيديو وتعيده مرة او اتنين او تلاتة، اسأل في اللي انت مش فاهمه، الامور مش هتمشي بالشكل السيمبل ده، الامور هتمشي مور كومبليكيتد ان شاء الله باذن الله ستيب باي ستيب. حاول تطبق كل، حاول تطبق اللي يا ريت بالله يا شباب نحاول نطبق اللي احنا بنشوفه حلقة بحلقة. نتقابل ان شاء الله باذن الله الحلقة اللي جاية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.